بسم الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة أو صحيح أنتم زاد موقفكم هنا سيخذلكم ويجعلكم من الندمين وفوقكم شاربين من الجحيم. وإذا قيل لهم انجيك أخبار من الرب عن طريق أي رسول أو نبي عليه السلام، وإذا قيل ولا واحد مذكر كما المذكرين من بني إسرائيل قالوا ادخل عليهم الباب مثلا، ولا قالوا لي معجبين بقارون ما تغلطوش راكم مش تتورطوا. وبعد تراجعوا حتى يراوا مصير قارون العياذ بالله العجيب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، إن تزيد تسخر إن نظن ولا ظن، أنا نشك فيها لكن وما نحن بمستيقنين، وأن حتى يقين في هذا الأمر هام جيكم اليقين رغم أنكم أفضل لب. وبدأ لهم سيئات ما عملوا ليعرض ربي الكتب بتاعهم، وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، ما كانوا يستهزئوا بالبعث، أو حاق بهم شؤم البعث. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ربي ينساكم من رحمته مش من علمه وقدرته. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ديرني سيجور سي لابا بور ليترنيتي ليترنيتي ديزانتير ايترنيتي ومأواكم النار وما لكم من ناصرين حتى حد يجي ينقذكم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، سخرتم من القرآن وسخرتوا حتى من التوراة والزبور والإنجيل، حرفتم ما جاء فيها أصلا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، لأنه خدرتكم الدنيا ما عادش تعقلوا. ما هو إنسان هكا يجي لفوري وكل نشوة لا توت لا فيتاليتي اللي شي لوي، انا ينسى اللي فما رب اللي هو اللي بعثه النشاط هذاك والحيوان هذيك ينسى. دونك اذا كان نسات خذوه، لانه مش بشعر بالضبط من هو الاله وما معنى القران. وهذا اللي خلى الناس اللي يدعون انهم من اهل القران هم اول من ينكرون القران والعياذ بالله. وذاك علاش قلنا ربي ساكتكم والله لا تخرجوا منها السرية دي متاع السخط الرباني إلا ما تولي تعرفوا القرآن من هو، حتى تعرفوا من خلاله من هو المولى سبحانه وتعالى ومن هو محمد عليه الصلاة والسلام، اللي اليوم تشاركوا في إيذائه وهم تضحكوا تلقوا صورة هكا كاريكاتورية تسيء لقيمة نبينا عليه السلام تحت عمامته في المقوم. لا لا إمامتكم، لا إله إلا الله وما أنا رحمة للعالمين، وأنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اذهب أنتم الطلقاء. هاو شما في وعي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما بعض بنود برنامجه الخير اللي هو في قمة البرامج الربانية والسلام.